الآن سنتابع فيديو لطفلة فلسطينية تتحدث باللغة الإنجليزية تقول للعالم ماذا يعني حصار غزة. نتابع معنا. I'm a Palestinian child. I live in Gaza. I have dreams, but doors of opportunities are closed. I'm a refugee. I wish if I could have wings to fly to see my stolen village Jaffa, but it is occupied. I live in a makeshift home, improperly equipped to deal with rainy weather, summer heat, as my house has been destroyed. I'm so depressed. My parents can't afford to buy me food, toys. My father has no money. He looks for a job 24/7. My brother was a cancer patient. He died 2 years ago. My brother did not get a treatment. I suffer from school retardation. My books were torn beneath my house rubble. My school were destroyed. I sleep in darkness. I have been afraid of dark, but now I'm scared to die by candle fires that killed more than 29 children. I'm the daughter of Palestine, brilliant, bright, and full of potential for a better tomorrow. مشاهدينا، معي الآن من غزة السيدة ابتسام صايمم، مديرة مؤسسة نساء من أجل فلسطين في غزة. طبعا هذه المؤسسة أحد شركاء في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة. أهلا وسهلا بك أختي وجدان، حياك الله وحيا كل من يتابع هذا البرنامج الرائع عينا على فلسطين. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة ابتسام. بداية نبارك لكم، يعني خلال يومين أو 3 أيام نستقبل شهر رمضان الكريم بحول الله. كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير أختي، أهلا وسهلا فيكم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يا رب يكون شهر خير وشهر مبارك ويكون فيه كسر حصار في غزة إن شاء الله. يسلمك. بداية دعينا نتحدث عن الفيديو اللي عرضناه قبل قليل لطفلة فلسطينية تتحدث عن أوضاع غزة في ظل الحصار، في ظل الاحتلال. يعني هذا من إنتاجكم وعملكم، هذا العمل نشكركم عليه، ولكن أنتم في هذه المؤسسة، مؤسسة نساء من أجل فلسطين، كيف تساهمون في كسر حصار غزة؟ تفضلي. نعم، مؤسسة نساء من أجل فلسطين هي مؤسسة نسوية إعلامية تعمل في قطاع غزة ولها عدة مؤسسين حول العالم. منذ بداية نشأتها منذ عام 2008 عملنا على إبراز دور، يعني إبراز معاناة المرأة الفلسطينية. المرأة، لا أتكلم فقط المرأة الفلسطينية كامرأة بحد ذات، ولكن أتكلم عن الأم الفلسطينية، عن البنت الفلسطينية، عن الزوجة الأسير والشهيد والجريح إلى آخره. المرأة لا تنفصل أبدا عن المجتمع الفلسطيني الذي يعاني منذ 11 عاما، ولا أقول منذ 10 سنوات، لأن الحصار بدأ في 2006 كما نحن، يعني كما عرفناه نحن. بدأنا بتوثيق هذه المعاناة من خلال عدة أقسام في المؤسسة، أبرزها كما أوضحتم أنتم الإنتاج المرئي. نحن نعمل لتوثيق هذه المعاناة بالصوت والصورة من خلال بروميشن قصير أو من خلال أفلام قصيرة، من خلال قناة يوتيوب ب4 لغات. نحن يعني ليس فقط لدينا اللغة الإنجليزية، ولكن نطمح أن نصل إلى كل بيت حول العالم، نصل إلى كل اللغات، نقول لهم هذه معاناة أهالي غزة، هذه معاناة المرأة الفلسطينية في غزة. نحن لا نتحدث فقط عن المعاناة، أيضا أريد أن أشير ولكن إلى إبراز صور صمود المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال وفي ظل الحصار وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها كل يوم منذ عام 48 حتى الآن. نحن من خلال قسم من الأقسام، نحن يعني 5 أقسام، لا أتحدث عن قسم الإنتاج المرئي فقط، ولكن لدينا 5 أقسام في مؤسسة النساء من أجل فلسطين، واسمح لي أن أذكرها بسرعة. قسم التحرير الصحفي، قسم الدراسات والأبحاث، وأنتجنا عدة كتب ووثقنا عدة الحروب بعدة لغات، قسم الإعلام الإلكتروني ب4 لغات، قسم الإنتاج المرئي ب4 لغات، قسم الترجمة. هذه هي مؤسسة نساء من أجل فلسطين بإمكانياتها البسيطة جدا. أنا أتحدث عن كاميرا واحدة فقط، عن جهاز واحد فقط، عن مصورة، عن مخرجة، عن ممنتجة واحدة. يعني هناك مؤسسات ضخمة لديها كادر كبير، ولكن نحن لدينا هذه الإمكانيات البسيطة، والحمد لله استطعنا نقل من خلال الحملة نقل صور معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الحصار للعالم كله وبعدة لغات. وأنت كما يعني تفضلتي أن هذه بعض صور المأساة، بعض صور المعاناة من خلال عرض معاناة طفلة صغيرة، ولكن صور المعاناة في ظل الحصار أكبر بكثير
مما ظهر للعالم. هذه كانت مساهمات بسيطة جدا منا في من عدة برومات أو عدة مقاطع خرجنا بها للعالم، ولكن لدينا الكثير لم يعرض بعد. أستاذة ابتسام، حدثينا عن يعني وضع سكان غزة ووضع العائلة الغزية في ظل الحصار وفي أيام قليلة قبل رمضان، يعني كيف تقضي الأسرة في غزة رمضان؟ نعم صدقيني أختي، لو قلت لك أن إنسانة يعني تعيش في غزة منذ بداية حياتها، ولكن من خلال عملي أو حتى في العام الأخير طالعت يعني أرقام صادمة، أو حتى كمان عملنا في الحملة كان أيضا يعرفنا نحن كغزيين أيضا، يعني أنت لا تستطيع أن تري كل جوانب الحياة الصعبة حتى لو كنت تعيشين في أدق تفاصيل الحياة. هناك أرقام صادمة جدا، حتى أنا كامرأة غزية تعيش في ظل الحصار صدمتني معاناة الناس، أنا لا أستطيع الدخول في كل بيت، ولكن من خلال عملنا في الحملة دخلنا يعني بيوت لا تتصوري مهما شرحت لك صور المعاناة. الأرقام التي جمعناها من خلال، حدثينا أكثر عن هذه المعاناة اليومية، حدثينا أكثر، يعني نريد أن نعلم حقيقة، هل مثلا انقطاع التيار الكهربائي هو المشكلة؟ هل عدم توفير مثلا الخدمات الصحية هي المشكلة؟ ما هي مشكلة الأسرة حقيقة؟ صحيح، نعم الأسرة الفلسطينية تعاني من كل النواحي، من كل النواحي يعني هناك معاناة صحية، معاناة بيئية، معاناة اقتصادية، معاناة في التعليم، في الحياة اليومية، حتى وصلت إلى معاناة الاجتماعية، أن هناك عروسة تستطيع الخروج لزوجها فتم الطلاق، يعني أو عائلات انفصلت، عائلات تشتتت، هنا نصف الأسرة وفي الخارج النصف الآخر لا يستطيع الخروج أو الوصول لعائلته، هذا رأينا جميعا. أنا يعني أريد أن مثلا أذكر لك شيء بسيط، أن تقرير الأمم المتحدة والذي متعرف عليه عالميا أنه صادق يعني لا شك يكون في نزاهته، أنه 2022 غزة ستصل إلى هذا العام وهي لا تصلح للحياة. نعم. من كل الجوانب، أنا لا أقول مثلا، أنا أذكر لك معاناتي الآن، أنا معك، أنا في أي لحظة أخشى أن ينقطع شحنة الموبايل لأنه لا يوجد كهرباء منذ الصباح. نعم. يعني هذه معاناة نحن نحافظ، المشكلة أنه الآن درجات الحرارة ترتفع وفصل الصيف، يعني المشكلة تزداد في الصيف، يعني أنا أحدثك بجو شديد الحرارة، في أي لحظة ينقطع الموبايل، لا نجد مثلا ابنتي غدا لديها امتحانات الثانوية العامة لا تستطيع أن تدرس، يعني نحاول أن نوفر لها شاحن مثلا أو أي شيء لأن تستطيع مواصلة الدراسة. أنا أتحدث أنا في وضع جيد الحمد لله رب العالمين، فما بالك الذين يعيشون في الكرفانات في حديد، كرفان يعني حديد، أن تعيشين في جو يغلي حديد يغلي. كم من طفل مات من شدة الحرارة في العام الماضي، كم طفل مات في الكرفانات الذي هذه الكرفانات يعيشوا بها، من تهدمت بيوتهم من خلال الحروب لم نستطيع إعادة الإعمار لهم بسبب التعنت الإسرائيلي، ومن يحاصر غزة لا أريد أن أذكر اسمها، من حرق بسبب الشموع أليس كذلك؟ نعم، هناك من الأطفال راحوا ضحية الشموع أيضا. صحيح، هذه نعم يعني عدة جوانب يعاني منها أهل قطاع غزة، الأمهات يجدن أولادهم متفحمين أمامهم، يعني هذا المنظر لا يتخيله إنسان أن يجد ابنه بسبب أنه لا يستطيع أن يوفر له إلا الشمعة. وأحيانا والله العظيم حتى عائلات لا تستطيع توفير الشمعة نفسها. أنت تقولين أننا سنصل على شهر رمضان البيوت يعني مستورة كما يقولون، والله حدثتني امرأة أنها لا تجد إلا الخبز والشاي طعام الفطور لأبنائها، شباب يعني لا أدري كيف يستطيعون أكل فقط شاي خبز بعد صيام 16 ساعة. هناك أيضا مشكلة أخرى أستاذ ابتسام بالنسبة للمياه، هل المياه تنقطع أيضا في غزة؟ نعم، يعني كل 4 أيام تأتي المياه مرة واحدة، وأقول لك إنها مياه يعني مخلوطة بالمياه العادمة، يعني غير صالحة للاستعمال. نعم غير صالحة للشرب، وهي يعني بعدما تم قصف الحروب محطات التكرير المياه الآن بدأ يعني، وخاصة بعد قصف أيضا الآبار والصالحة للشرب، هناك اختلاط المياه العادمة ما يصل إلى البيوت، هناك مياه ملوثة ولا يستطيع الناس يعني الا شرب هذه المياه، ماذا يفعلون؟ يعني انت تتكلمين عن كهرباء مقطوعه لساعات طويله، تتكلمين عن معاناه المياه، واذا وصلت البيوت هي غير نظيفه. نتكلم عن نواحي الصحيه، المرضى الان 34,000 حاله انسانيه تنتظر يعني الخروج من معبر رفح، في عندك 4,000 مريض
سرطان لا يستطيع الخروج أو حتى يتوفر له الدواء في غزة. يعني نتحدث عن عدد كبير جدا من المرضى، عدد كبير جدا من الشباب العاطل عن العمل، من الشباب الذي لا يجد له مستقبل. ربما طلعت على إحصائيات دكتوراه وعقول، عقول تجمد في غزة. نعم. دكتوراه، ماجستير، خريجين طلاب يعني جامعات أعداد كبيرة وهائلة. أيضا الطلاب الذين العالقين في غزة الذين جاءوا مرة واحدة لزيارة أهليهم لا يستطيعون الخروج. لماذا يحاصر 2 مليون إنسان؟ ما ذنبهم أن يكونوا في سجن كبير يسمى غزة؟ ما هو السبب؟ نريد أن نعرف، نحن لنا حق في الحياة الكريمة. نعم. لماذا يفعل بنا هكذا ويتآمر العالم كله علينا؟ يعني أنت تري كل العالم مشغول بقضايا داخلية، حتى الشعوب العربية التي كانت متعاطفة بعد ظروفهم السياسية انشغلوا قضاياهم الداخلية. نحن من خلال الحملة العالمية لكسر حصار غزة حاولنا إيجاد رأي عام عالمي يضغط على المسؤولين في دولهم من أجل أن يقفوا بجانب حقوق الشعب الفلسطيني. نعم، وهل تعتقد أن هذه الحملة العالمية ضغطت بالفعل سيدتي؟ والله نحن يعني فعلنا ما نستطيع من خلال تحريك الشارع، من خلال ارسال رسائل البرلمانيين الامم المتحده يعني ما استطعنا فعله فعلنا. وانا اظن واجزم ان الجانب الاعلامي ما هو الا القاء حجر في المياه الرافده. نحن نعرف اننا لن نستطيع كسر حصار غزه لان هذا القرار سياسي بحت. لا علاقه له بالشعوب ولا علاقه له بتحرك الشعوب، ولكن نحاول ان نوضح للشعوب كيف ترفع هذه الحكومات وغير تتواطأ هذه الحكومات حول العالم مع إسرائيل وتكون هي السبب الرئيسي في معاناة أهل غزة. نعم. هم بالآخر نترك الأمر لهم، الملف بين أيدي الشعوب. إذا رضيوا أن لا يقفوا عند مسؤولياتهم وأتركوا 2 مليون شخص يموت في غزة، هذا الأمر يعود للعالم. أستاذة ابتسام، نعم، سؤالي لك، نتحدث عن المرأة الفلسطينية في غزة تحديدا، يعني مع كل حجم المعاناة اللي ذكرتيها حضرتك، لأنه المرأة الفلسطينية هي الأم والزوجة والأخت وأم الشهيد وزوجة الشهيد وأم الأسير، هذه المرأة رغم كل هذه الظروف الصعبة كيف تستطيع أن تكون صامدة؟ نعم، المرأة الفلسطينية مهما يعني وصفت لك من صور صعبة المعنى، ولكن لها صور نضال تعجز أي امرأة في العالم أن تكون مثلها. يعني اسمعوا لي، هذا ليس يعني تفضل فخرا بأهل غزة، لا هو بالضبط. يعني أنا من خلال عملي ومن خلال ما أجده من لقاءات مع هؤلاء النساء ومن خلال الظروف التي نراهم فيها، لكن تخرج بعد يعني دفن ابنها أو دفن كل عائلتها وتقول صامدون. يعني أنا أستغرب جدا، وأنا مثلك يعني أستغرب مع أني عايشة في غزة، لكن المرأة الفلسطينية امرأة حديدية، امرأة قوية الاتصال بالله، تستمد عزمها من إيمانها بالله، من إيمانها بقضيتها أنها على حق. ولذلك تجد سبحان الله يعني حتى المرأة الفلسطينية ضربت يعني 4 صور صمود، ليس في العالم فقط ولكن احيانا تفوق على الرجل، ولا اقول ذلك يعني بدعا، وانما ما اراه بعيني انها هي مصنع رجال، هي التي ربت رجال، هي التي تخرج ابنها ليلا الى الرباط في البرد القارس وتقول له لا تعود مهما كانت الظروف. المرأة الفلسطينية تودع ابنها للشهادة في الحروب، تخرج يعني فقدت اسرتها، البنت الصغيرة ايضا فقدت اسرتها، ولكن ما زالت يعني لو في عالم اخر كان هناك امراض نفسيه كثيره في يعني كان عاش العالم في ظروف نفسيه صعبه. ولكن يعني انا استغرب مثلا امس كان عريس خرج وحده من الانقاض، يعني كل العائله تدمرت تماما في الحرب الاخيره، امس كان يحتفل بزواجه. انا انظر اليه استغرب، هل فعلا هذا الرجل يعني يعيش الفرحه ويعيش الحاله التي يكون عليها عريس بطريقه طبيعيه؟ قالوا لي نعم. الان نحن نعيش في هذه الظروف، ولكن نحب الحياه اذا ما استطعنا اليها سبيلا. اكيد يعني هذا بالضبط، ونستمد عزمنا وارادتنا اننا على حق، من عداله قضيتنا، من ايماننا انه هذا قدرنا، ومهما عانينا في النهايه النصر قريب ان شاء الله. يعني عندنا ثقه وايمان قوي جدا ان يعني اخر هذه المعاناه سيكون النصر، وهذا ما نحلم به دائما ونتمناه دوما، وما يعني وما نقدمه في سبيل عدالة هذه القضية رخيص في سبيل الحرر الأقصى وفلسطين، وأن نعود إليها يعني معززين مكرمين. هكذا
تعيش المرأة الفلسطينية تفاصيل حياتها. أنا لا أقول أنها أسطورة وأنها يعني عنقاء وكذا، لكن أجد هذه الروح موجودة خاصة في أوقات الحروب وأوقات الأزمات أوقات الأوقات الصعبة. نعم. في الأيام العادية نعم هي تعيش، ولكن تعيش مع الألم. نعم بكل تأكيد. أستاذ ابتسام، بما أنه تحدثنا عن المرأة الفلسطينية لابد أن نذكر اليوم تم الإفراج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، طبعا أصبحت الآن الأسيرة المحررة خالدة جرار، وهي أيضا من جبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي رمز حقيقة لصمود المرأة بوجه الاحتلال، خاصة بعد مضي أكثر من 15 شهرا على اعتقالها. هل هذا باعتقادك انتصار جديد للحركة الأسيرة في فلسطين وللمرأة الفلسطينية أيضا؟ بالطبع هذا أكيد، يعني الأخت خالدة جرار يعني إنسانة مناضلة عانت كثير، وقفت وجه الاحتلال وسجنت عدة مرات، هي رمز لصمود المرأة الفلسطينية واعتزاز المرأة الفلسطينية بقضيتها وعملها من أجل يعني تحرير فلسطين. خالدة جرار كنا معها يعني عدة مرات في وقفات من أجل يعني أن يفرجوا عنها، ولكن للأسف التعنت الإسرائيلي، هي كونها نائبة ولديها يعني حصانة دبلوماسية برلمانية، ولكن للأسف هم ضربوا بعرض الحائط كل هذه الأمور، فكان صمودها وساوموها على الخروج ولكنها رفضت الخروج. أنا يعني أجد إصرارها على موقفها أدى إلى خروجها بهذه السرعة، أنا أقول سرعة رغم أنها 15 شهر، ولكن لدينا أخوات كثيرات في الأسر وحتى الآن إداري لم يحكم عليهم ولا نعرف متى سيخرجون يعني، لكن صمود خالدة وموقفها الثابت أعتبره أيضا نصر جديد للحركة الأسيرة والمرأة الفلسطينية، لأنها تدل على الروح الشجاعة والروح الصلبة التي تمترست خلف مواقفها فخرجت رغم أنف الجلد. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة ابتسام صايمة، مديرة مؤسسة نساء من أجل فلسطين، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.